بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي الطلبة، عزيزتي الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوف نخصص هذه المحاضرة لمناقشة مبدأ أساسي من المبادئ التي يرتكز عليها قانون المسطرة الجنائية، ألا وهو مبدأ قرينة البراءة. لقد استهل المشرع المغربي قانون المسطرة الجنائية 2201 الصادر 30 يناير 2003 الباب الأول من الكتاب التمهيدي، عندما استحضر في مادته الأولى بأن كل متبهن أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية. كما أضاف المشرع من خلال هذه المادة نتيجة أساسية تترتب على مبدأ قرينة البراءة، هي كون الشك يفسر لصالح المتهم. أعزائي الطلبة والطالبات، تعد قرينة البراءة حجر الزاوية للعدالة الجنائية في العصر الحديث. صحيح، إذا كنا نعتبر بأن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، يعني مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، يعتبر دستور قانون العقوبات، فإنه من الصحيح أيضا أن نعتبر بأن مبدأ قرينة البراءة يعتبر دستور قانون الإجراءات الجنائية. فقرينة البراءة تعتبر ركنا أساسيا من أركان الشرعية الإجرائية. إنما عندما نتحدث عن الشرعية، إننا لا نقصد بها شرعية الإجراءات والجريمة والعقاب، إن هذه الشرعية هي مرتبطة بقانون العقوبات، وإنما نتحدث أيضا عن الشرعية الإجرائية. والشرعية الإجرائية معناتها بأنه لا يمكن أن نقوم بأي إجراء في حق المتهم من غير وجود نص قانوني ينص على ذلك. إذن قرينة البراءة هي ركن أساسي من أركان الشرعية الإجرائية. قرينة البراءة تمثل درعا يحول دون الحيف بحقوق الإنسان وبدون خرق الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة للمتهم. فإذا كانت قرينة البراءة تهدف أساسا إلى حماية المتهم، سواء تعلق الأمر بالمعاملة التي يخضع لها، سواء تعلق الأمر بإثبات إدانته، فإنها في نفس الوقت لا تغفل مصلحة المجتمع. فإذا كانت مصلحة المجتمع تتطلب من أجل تحقيق الأمن واستتباب السكينة، تتطلب في بعض الأحيان اعتقال المتهم، تقييد حريته الشخصية عن طريق القبض عليه واعتقاله احتياطيا، فإن هذا الأمر يكون في حالة الضرورة القصوى، أي عندما يتطلب الأمر ذلك. فقد يتطلب الأمر في بعض الأحيان تفتيش الجسدي لهذا المتهم، قد يتطلب الأمر في بعض الأحيان تفتيش مسكنه، ولكن هذا لن يكون إلا في حدود الضرورة القصوى، يعني أن مصلحة التحقيق تتطلب القيام بمثل هذه الإجراءات. فقرينة البراءة تعني بأن المتهم بجريمة ما، مهما بلغت درجة خطورته أو جسامة خطورته، فإنه يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته. يعني جميع الأشخاص أو جميع المتهمين يستفيدون من هذا المبدأ، يعني المساواة أمام مبدأ قرينة البراءة. فهذا المبدأ عبر بالنظر إلى التطور التاريخي نجد بأنه قد جاء نتيجة اعتراف به من طرف مجموعة من الفلاسفة في عصر الأنوار كبيكاريا، فولتير، مونتسكيو، الذين ندوا بتجاوزات الخطيرة التي كان يتعرض له المتهمون آنذاك. فتم النص على هذا المبدأ في المادة التاسعة من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789 إبان الثورة الفرنسية. قرينة البراءة إذا كانت أهميتها الكبرى تكمن في كونها أساس حماية الحرية الشخصية للمتهمين، فإنها لم تسلم من انتقاد من طرف أنصار المدرسة الوضعية،
لأنهم يرون بأن هذا المبدأ هو على إطلاقه، هو يستفيد منه جميع المتهمين، والحال عكس ذلك في نظر يعني أنصار المدرسة الوضعية، لأنهم يقومون بتصنيف المجرمين إلى طوائف وإلى فئات، بالتالي يستحيل أن يستفيد من هذا المبدأ جميع هذه الفئات أو هذه الأصناف. بالطبع بغض النظر عن هذا النقاش الفكري، يعد مبدأ قرينة البراءة عنصرا أساسيا، ركنا أساسيا في إطار الشرعية الإجرائية، ذلك أن تطبيق مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في قانون الموضوع أو في قانون العقوبات يلزم بالضرورة وجود مقابل له في قانون الإجراءات الجنائية، ألا وهو مبدأ لا يعني مبدأ يعني كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، يعني نستحضر مبدأ قرينة البراءة. لا يمكن أن نحاسب شخص على فعل كان مباحا في وقت مضى، يعني الأصل في الأشياء الإباحة، في القانون الجنائي يقوم على كون الأصل في الأشياء الإباحة، وبالتالي فكل سلوك يرتكبه الفرد هو مباح ما لم يصدر نص جنائي يجرم ذلك الفعل. إذن هذا المبدأ يعني مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يحمينا مبدأ أساسي، ألا وهو مبدأ رجعية القوانين. إذن مبدأ الرجعية يفقد الأفراد أو يجعل الأفراد يفقدون الثقة في الجهاز القضائي. لا يمكن أن نعاقب الفرد على سلوك كان فيما مضى مباح وأصبح فيما بعد مجرما. إذن في المقابل كما قلنا يقابل هذا المبدأ مبدأ أساسي، ألا وهو مبدأ قرينة البراءة، لأنه ربما هناك اعتبارات جعلت الفقهاء يقرون هذا المبدأ، ألا وهو مبدأ حماية الحرية الشخصية للمتهمين من كل الإجراءات الجنائية. هذا المبدأ وجد من أجل حماية له اعتبار من الناحية الأخلاقية ومن الناحية الاجتماعية، وجاء لحماية الضعفاء. قد نتساءل أيضا ما هي مرجعية قرينة البراءة؟ فالحديث عن مرجعية قرينة البراءة نستحضر المرجعية الدولية، والمرجعية الدولية تناولها مجموعة من الاتفاقيات الدولية ومجموعة من الاتفاقيات الإقليمية. فبالنسبة للاتفاقيات الدولية نستحضر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هذا الإعلان قد نص صراحة من خلال مادة 11 منه بأن كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه، وتضمن الإعلان كذلك عدة نصوص تقرر حقوقا أخرى للمتهم، نذكر منها حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو الوحشية، عدم جواز القبض أو الحجز التعسفي، حق المتهم في محاكمة عادلة، حماية الحياة والأسرة والمسكن والمراسلات. أيضا نستحضر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، قضى هذا العهد من خلال المادة 14 من الفقرة الثانية بأن كل متهم بجريمة له الحق في أن يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته طبقا للقانون. وعلى غرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد نتج عن هذا المبدأ مجموعة من الضمانات، منها حظر التعذيب، الحق في الحرية والسلامة الشخصية، الحق في عدم جواز القبض أو الحجز التعسفي، كما لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا وفقا للقانون، من خلال المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. أما بالنسبة للعهد الدولي الخاص بالحقوق هذا العهد يتميز بكونه يفرض التزاما قانونيا على الدول الأعضاء بضرورة احترام ما ورد فيه والعمل على تنفيذه في قوانينها الداخلية. بالنسبة للاتفاقيات الإقليمية نستحضر الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، هذه الاتفاقية نصت في المادة 6 منها في فقرتها الثانية بأن يعد بريئا كل متهم بارتكاب جريمة حتى تثبت إدانته قانونا. وبالطبع أوردت مجموعة من النتائج مترتبة عن هذا المبدأ. بعد الاتفاقية الأوروبية نستحضر الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،
وهو بدوره نص على هذا المبدأ، هذا الميثاق دي عقد في نيروبي في يونيو 1981، نص في المادة السابعة منه على في الفقرة الثانية بأن الإنسان بريء حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة، ورتب عنها مجموعة من ضمانات المحاكم العادلة أو مجموعة من حقوق الدفاع المتمثلة في حق الدفاع، بذلك الحق في اختيار مدافع عنه، حق محاكمة خلال فترة معقولة، لا يجوز إدانة شخص بسبب عمل أو امتناع عن عمل لا يشكل جرما يعاقب عليه أو يعاقب عليه قانونا وقت ارتكابه، ولا عقوبة إلا بنص، والعقوبة أيضا شخصية. نستحضر الميثاق العربي لحقوق الإنسان. هذا الميثاق يعني نص في المادة السادسة عشرة منه، كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم بات وفقا للقانون، على أن يتمتع خلال إجراء التحقيق والمحاكمة بضمانات الدنيا التالية. وهنا استحضر هذا الميثاق مجموعة من مجموعة من الضمانات، أهمها اختاره فورا بالتفصيل وبلغة يفهمها بالتهم المنسوبة إليه، إعطاؤه الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد الدفاع، إلى غير ذلك من الضمانات القانونية. أيضا إذا هذه مجمل أهم المواثيق الدولية والإقليمية التي كرست أو نصت بشكل واضح وصريح على مبدأ قرينة البراءة. إذا بعد الوقوف عن تعريف مبدأ قرينة البراءة، مبدأ تكريسها أو مرجعيته الدولية، الآن قد نطرح سؤالا وجيها، هو مدى صمود قرينة البراءة أمام التطورات المعاصرة في مجال الجريمة؟ ما مدى تأثير هذه التطورات المعاصرة في مجال الجريمة على قرينة البراءة؟ إذا أنتم تعلمون جيدا بأن الظروف والتطورات المعاصرة، إذا الجريمة عرفت مجموعة من التطورات التي شهدت، يعني هذا التطور الحاصل في مجال الجريمة أدى إلى ظهور أنماط جديدة من الجريمة لها تأثير خطير وواضح على الدول جميعها. هذا التأثير أدى إلى تبني جانب كبير، يعني في إطار السياسة التشريعية أدى إلى تبني مبدأ آخر، يعني هذه السياسة التشريعية تقوم على التحول من مبدأ قرينة البراءة إلى مبدأ قرينة البراءة الذي يفترض براءة المتهم حتى تثبت إدانته، إلى مبدأ آخر ألا وهي إدانة المتهم إلى أن تثبت براءته. إذن افتراض براءة المتهم حتى تثبت إدانته. الآن نتحدث عن مبدأ نقيض لهذا المبدأ، يا افتراض إدانة المتهم إلى أن يثبت براءته، يعني عكس القاعدة الأولى. وهذا بالطبع ليس في بالنسبة لجميع الجرائم، وإنما في جرائم بعينها لما تمثله هذه الجرائم من خطورة على أمن المجتمع. إذا تحدثنا عن قرينة البراءة، يعني نتحدث في إطار هذا التحول عن قرينة الإدانة. إذا لاحظوا معي بأن هذه التطورات جاءت نتيجة البحث عن وسائل قانونية تكفل الحد من الجرائم الخطيرة، من التقليد من آثارها، يعني وخلصت الدراسات إلى أن التطورات المعاصرة في عالم الجريمة وما يتمخض عنها من آثار خطيرة على أمن الدولة وسلامتها استوجبت الخروج على مبدأ قرينة البراءة. بالطبع هذا التحول هو تحول محدود وخاص بنوعية من الجرائم، يعني جرائم محددة كجرائم الإرهابية، كجرائم غسيل الأموال، وكالجريمة المنظمة. إذا تشكل خطورة تستوجب مواجهتها الحديث أو إيجاد مبدأ آخر استثنائي يطبق بخصوص هذه الجرائم. الآثار أو الغاية منها كما قلنا تتمثل في الحد من الآثار أو من خطورة هذه الجريمة بالنظر إلى ما تحدثه من آثار، يعني من آثار في النفوس إلى غير ذلك. ولكن في إطار تقييمنا لهذا المبدأ نجد بأن هذا التقييم، يعني في أن هذا المبدأ وإن كان له من هذا التحول، يعني قرينة الإدانة
بالرغم من إيجابيتها من أجل مواجهة مجموعة من الجرائم ذات خطورة، إلا أن لها تأثيرات، في نظرنا تأثيرات كبيرة جدا مرتبطة بتقييد الحرية الشخصية للمتهمين. هذا المبدأ يفترض في الشخص كونه ارتكب الفعل الجرمي، وبالتالي وجب عليه نفي تلك التهمة. يجب عليه البحث عن الوسائل من أجل نفي التهمة عليه، من أجل تبرئة نفسه. ونحن نعلم بأن هذا الشخص لا يتوفر من الإمكانات من الوسائل ما تخوله البحث عن آليات أو الإمكانات التي تبرئه من التهمة الموجهة إليه، على عكس السلطات التي لها من الإمكانات ما تؤهلها من أجل إثبات التهمة في حق هذا المتهم. إذن إن كنا اعتبرنا هذا استثناء، فإنه في نفس الوقت خرق أو ضرب لمبدأ الحرية الشخصية للمتهمين. إذن نقف عند هذا الحد لحين أن نلتقي مع مبدأ آخر، ألا وهو مبدأ الحق في الصمت.